السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني قال لك سعيود صاريلو كيما بلال عمراني نهار الإجابة. تعالى قال لك ثورة وسبعة ورانا جايبين سبعة بو سبعة رانا جايبين بو سبعة، عرف هذوك سبعة ما كان حتى واحد. عام اللي فات ماشي جوان، هذا جوان اللي قبله بعد الاقصاء قال لك انا جايبين سبعه. انا اللي عاقل خرج من استوى عاقلين على هضرتي اش قلت لكم جماعه كلا سبعه لا والو. انا كي شفت بلال عمراني، بلال عمراني انت ما جبتوش مي كان عنده 25 عام كان يقول لك راني جاي، بعد جبته مولا 30 عام تمين غير الوكاله تاعه تاع لي ماناجير كان خاصو لعب جماعة خاصتهم ستاتي، خلص ستاتي باش يلعب. إذ كان صح ما يتم تداوله في بعض الصفحات على أن أمير سعيود ضمن قائمة هذا المشرف لشهر سبتمبر، فنقرأ على منتخب الوطني السلام لأن من يفكر في استدعاء لاعبين تقدم بهم العمر خاصة وأنه لم يسبق لهم التواجد مع المنتخب الوطني وفي فترة هذا المشرف فهو لا يمتلك مشروع رياضي ويرى تحت أنفه. قالت على هو أنا قلت لكم نعود ويخدم الفترة تاعو ويشوف قدامه ما يشوفش البعيد كما راه نشوفو الركراكي كيفاش يخدم تاع تونس كيفاش يخدم تاع السينيغال كيفاش يخدم تاع مصر كيفاش يخدم يجيبو لا بغات هو يروح بصح يقعدو مورها اللعابة. لا هو ما يشوفش هادي ويشوف عنده هو يخدم مباراة مباراة جاية السينيغال نعاود نرد اوكسدا نعاود نجيب فيغولي نجيبو اسماوات اي يروح ويا عاوني عاوني نرد اي يفتحو نربحو يفتحو نخرج يفتحو نخرج نراخر اللعابة اي 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 هذا مكان. من يعتقد أننا نملك، أنا نقولها لكم ونعاود، أننا نملك منتخب قوي في الوقت الراهن قادر على الذهاب بعيد في كأس إفريقيا القادمة، هو شخص يكذب على نفسه ويعيش في الأوهام حتى مع ضمان خدمات عدة أسماء. نحن لا نمتلك خطة لعب واضحة والمدرب لم يجد بعد معالم التشكيلة الأساسية وفي كل مرة يغير بدون إيجاد هوية لعب ويوجد العديد من المشاكل خاصة في وسط الميدان الدفاعي وفي محور الدفاع. والمقارنة مع المنتخبات الإفريقية نحن لم نتطور حتى لمشاركوش في نهائيات كأس العالم، مستواه راه في تصاعد مقارنة بالمنتخب الوطني. الناس اللي مشاركوش راه بخير منا. كان على هذا المشرف التفكير في بناء منتخب تنافسي تحسبا لكأس العالم القادمة، وهذا بمنح فرصة أكثر للشبان حتى يكون عندهم وقت كافي للانسجام والتنويع في الخطط اللعب. أما استدعاء لاعبين في طريقهم للتعاقد هو عودة للوراء وبخطوات متسارعة، وحتى لاعبين أمثال رياض محرز وإسلام سليماني لابد من وضعهم في دكة البدلاء حتى يتسنى لأمثال بوعناني عمورة قادري وشايبي والآخرين للعب أكثر والتعود على أجواء إفريقيا وخلق انسجام بينهما بما أنهم شبان وسيتواجدون لسنوات مع بعضهم البعض، وكلما لعبوا مع بعضهم أكثر زاد التفاهم فيما بينهم مع تدعيم المنتخب في كل مرة باسم أو اسمين شبان ولديهم مستوى جيد لخلق المنافسة في كأس في كل مرة. في الوقت كان سعيود يستحق الدعوة كنا نستدعو أمثال بلال عمراني، ولما قلنا رانا في مرحلة بناء والتجديد وضخ دماء جديدة بنت لهم على سعيود اللي راه في سن التقاعد يعني ما شاء الله 33 عام ولا ما شاء الله عنده. لا أدري هل هو حانين للسنوات العجب أم ماذا؟ لو كنت تهدر معهم يقول لك يا ودي مازال يا مازال أبوي مازال
والله غالطين. من وعد وانا درت واحد ستاتي، واحد قال لي بوفون عنده 37 عام يدي بوفون عالميه. انا نهضر بلي من 2000 على بالك بلي من 2019 لم يستدعي ولا لعاب جديد ما عدا زروقي، وكان مضطر المدرب يقبع في قطر ولا يستطيع او لا يعرف اكتشاف لاعبين. هو من كان كاميرون بانت بلي ما عندوش مشروع رياضي، جايبه غير سلسلة لا هزيمة، مع انه سعيود يستاهل نجربوه حتى في ماتش أميكان. اللي يقول لك لا يا ودي احنا ماشي ضد هذا سعيود، احنا ماناش ضد سعيود ماناش ضد سعيود بالصح. الله غالب أول عمي، والله ما فهمنا كاع، والله ما فهمنا كاع. الله العاب نتايا في وقت اللي كنا محتاجينه، كنا محتاجينه لا وقت واحد الوقت كنا محتاجينه بالصح. ما عيطلوش ما عيطلوش من بعد يعني، خرجوا عليه بعد عيطلو من بعد عيطلو. أمير سعيود في قائمة المباراة تنزانيا لما احتاج المنتخب لخدماته في كأس إفريقيا ومباراة الفاصلة لم يستدعيه، والآن بعد فوات الأوان ودخول المنتخب في مرحلة التشبيب يستدعيه المشرف. بالله عليكم هل هذا مدرب نطمح للذهاب بعيد معه؟ أنا تبالي نبقى وندورو في نفس المكان والزمان يعني تاع 2019. أنا أقول لكم، أنا أقول لكم فيها ونعاودو وليام تكشف، ماشي اليوم. حنا ماناش نهضرو على سعيود، سعيود بصح. ايش ما يدير خويا، غادي يدير يشوف كيما هكا عليهم. قالك واحد المثل قالك حينما يعجزون عن التفكير يلجؤون إلى التفكير والتضليل، هذا عمل بعض. هذه هي واش غادي يديرو كيما غادي يديرو. زيدان لديه فكرة تتعلق بتدريب منتخب إفريقي في الفترة المقبلة لقيادته لكأس العالم 2026 إن شاء الله يا ربي، على الأقل يبقى خير. هذه على الأقل يبقى خير. إيوي سعيد إحنا ما ناس ضدك خويا، بس عشتي لا رانا ندورو غير في بلاصتنا. هادي هي رانا ندورو غير في
في ديك الدورة كاس تقدم مازال يخدم بالفيسبوك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا ان شاء الله. سعيد خوتي.